معنتنا هلا نحن ودكتور كامل العجلوني وفرقة جيتا ناي. الموسيقى دكتور يعني زي ما تقول جزء من حياة كتير كل الناس بالسيارة بنسمع كذا. عندك وقت للموسيقى بحياتك هالقد مشغولة أكيد؟ لا، الموسيقى حقيقة ليس جزء يختاره الإنسان، ولكن الموسيقى جزء من حياة الإنسان. فالإنسان ربنا خلقه مثلا يمشي ويركض لما كيدافع، بس كمان الله خلق الإنسان لما يطرب يغني ويرقص. مظبوط. وهذه صفة شائعة في كل الشعوب. ما كيف تسمع الموسيقى ولمن تسمع هذا قرار شخصي، أما كل إنسان في داخله ميول للموسيقى والغنى والرقص. طيب شو بيطربك؟ أنا بطربني إذا اجتمعت ثلاثة مكونات للأغنية، الكلمة والموسيقى والصوت. حلو. وهذه في الوقت الحاضر بضاعة نادرة. يعني إذا بنسمع كثير من الأغاني الأردنية وهيزعلوا مني كثير ناس، يعني بدي أطلع عينيك ولا تجحش فيي وما تجحش في الكلام الفاضي، يعني هذا أصبح أنا في رأيي عيب. ولكن لما نتكلم مثلا عن فيروز أو نتكلم عن أم كلثوم أو المغنيين الكبار في الماضي العربي القريب، نجد أن هذه الصفات اجتمعت. فأنا مثلا أحب عبد الوهاب وأحب أم كلثوم بلا شك، وكذلك أحب بعض الأغاني لهم لأنها تتناغم مع رغباتي الشخصية. مثلا لعبد الوهاب كثير من الأغاني أنا لا أحبها، ولكن أغنية أخي جاوز الظالمون المدى لها وقع خاص في قلبي وتتناسب مع الظروف الحالية. لمين بتهديها؟ بهديها لكل الشعب الأردني. بالله جد؟ نعم. نعم. طيب شو بتحب تسمع الدكتور؟ بحب كمان أم كلثوم. إذا إيش دكتور بتحب تسمع؟ أنا أم كلثوم لأنها زوجتي أمل. أمل؟ اسم زوجتي أمل، فبحب أمل حياتي لأم كلثوم. شو بتقدروا تسمعونا؟ ممكن نسمعك أم كلثوم، ممكن نسمعك لشيلة جورج وصوف مجهزين، وممكن حبيبي نسمعك اياها هي كمان. لا اذا بتقول بدك أم كلثوم بنسمعك او لفيروز. زهرة المدائن يا قدس. عم بتصعبها عليهم. بس انا بدي اسالك سؤال يعني دكتور. انا بدي اسالك سؤال يعني. مثلا في ممكن لقدام نعمل علاقه بين الفن والسكري، مثلا واحد عنده مرتفع السكري نحكي له خذ حبه واسمع فيروز ثلاث مرات باليوم مثلا قبل الاكل تزبط؟ لا قبل الاكل بتفتح شهيته. بدها الاغنيه الاردنيه هذه بجح بعينك. يعني هذه يلا نسمع الدكتور. Thank you.
جيتاناي. شكرا 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 جزيلا. دكتور انت وامل حياتك الست امل، نعم، شو بتستمتعوا تسمعوا مع بعض؟ هل في اغنيه معينه لها مثلا معنى بحياتكم او بفتره معينه مريتوا فيها؟ لا احنا يعني الاغاني اللي انا تكلمت لك عنها هي حقيقه اهتمام مشترك بيني وبين زوجتي. حلو. فاحنا بنحب نسمع ام كلثوم مساء وفيروز صباحا، يعني لو انقلبت الشغلة ما بتضبط عندي. زي الوجبات الفطور مع أفي. احنا اليوم رح تكون عندنا فنانة من فلسطين متميزة جدا، رح تكون مع الفرقة وهي كتير ستايلها يعني زي فيروز، فرح نسمع كتير من فيروز كمان شوي. شكرا. عشان هيك خليناها لكمان شوي.